السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم معايا في قناة هوات سليمة، ونتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. وصفتنا لهذا النهار غادي تكون ياغورت سائل، مذاق الفراولة او الفريز، هذا اللي كنسميه في المغرب يا اما عصيري يا اما ضنك، ماشي المهم هو الاسم، ولكن المذاق كيجي روعة في المذاق ان شاء الله، كيعجب الصغير والكبير هذا، وانتم تحكموا في الكثافة ديالو. اقتصادي وشي حاجة ديال الدار ينفعنا في الشهر الفضيل ان شاء الله نبردو به. خليكم معايا من الاول حتى الاخير باش نشوفوا الطريقه والمراحل ديال تحضير هذا الياغورت السائل مذاق الفراوله. على بركه الله المكونات اللي غادي نحتاجو لهذا المشروب بمذاق الفراوله او لهذا اليوغورت السائل بمذاق الفراوله او الفريز، عندي هنايا يترو ديال الحليب سائل، يترو ديال الحليب، غنحتاجو معاه جوج ديال العلب من هذا الفلون مذاق الفراوله، يا اما كنديروا هذا اللي هو كيكون فيه السكر، يعني الحجم الكبير كيكون محلى بالسكر، يا اما غادي نديروا جوج من هاد الساشيات اللي هما بدون سكر، يعني هادو ما كيكونش فيهم السكر. الا درنا هاد النوع هذا كنديروا معاه السكر او لا سنيده القياس اللي غادي يحلل لنا هاد اللترو ديال الحليب. بحال غادي نديروا الفلون تقريبا غادي ياخذ لنا ما بين 4 حتى 5 المعالق كبار ديال السكر الا درنا هذا اللي بدون سكر. انا غادي ندير هذا لانه كيكون كيف قلت محلى فيه السكر. بسم الله، كنجيب الكاسرول ديالي وغادي نفرغ فيه الساشيات ديال هاد المستحضر ديال الفلون. بسم الله، الساشيه الثانيه كيف قلت الا درنا هاد الساشيه اللي ما كيكونش فيها السكر كنديروا ما بين 4 حتى 5 المعالق كبار، كتبقى على حساب الحلاوه. هذه المرحله الاولى. غادي نخلط هاد الفلون مع الحليب هما الاولين على هاد الشكل، يعني كنستغنى دابا على السكر ما كنديروش، وغادي ندير الخليط ديالي فوق البوطه كيغلى بحال غادي نصايبو فلون عادي، غادي نخليه يغلى ونرجع. الخليط ديالي هو هذا كنديرو فوق البوطه وكنبقاو يدينا يد التحراك على هذا الشكل، ما كنوقفوش عليه بحال غادي نصايبو فلون عادي، يعني حتى كيجيب الغليه. ها هو دابا انا بالنسبه ليا جاب الغليه او غلى، هاد الساعه غادي نطفي عليه وغادي نحطو على جنب، يعني غادي نحطو كنخليه حتى كيبرد يعني كيبرد بحال غادي نصايبو فلون عادي، ونكملو الوصفه مع بعضياتنا. هنايا الخليط ديال الفلون ديالنا بعد ما تماسك يعني كيجي على هذا الشكل، هذا كيولي عاقد، كنخليوه حتى كيبرد مزيان في الثلاجه على هذا الشكل. غادي نجيب الكاس ديال الخلاط الكهربائي هو هذا، وهنايا عندي كميه ديال الفراوله اولا الفريز، طبعا بحال ما غنديرش هذه الكميه كامله، محتفظه بها في المجمد، ومن الافضل انها تكون في المجمد بحال هكا باش كتكون بارده على هذا الشكل. تقريبا هذه الكميه اللي غنكتفي بها، واحد 5 ديال الحبات عندي هنايا كبار كيكونوا باردين. غادي نضيف لهم واحد الكاس ديال اليوغورت بمذاق الفراوله اولا مذاق الفريز، وحتى اللون كيكون فيه هذا اللون هذا كيكون احسن بحال هكا. غادي نضيفو حتى هويا على هاد المكونات، وغادي ندير الكل في الخلاط، يعني غادي نخدم الخلاطه ديالي. غادي نخدم الكاس ديال الخلاط ديالي حتى كيتجانسوا هاد المكونات وكيتطحن لينا حتى هاد الفراوله، ونرجع. بسم الله، وهكذا كنتحصلوا على مشروب الفراوله او العصير اللي كنسميوه حنا عندنا في المغرب، كيجي احسن من الجاهز. نقرب لكم اكثر، شوفوا معايا كيفاش كيجي، هذه الكثافه اللي كنتحصلوا عليها كيكون احسن من الجاهز ولا من هذاك اللي كنشريو. نتلاقاو ان شاء الله بعد ما نفرغوا في الكؤوس وتشوفوه معايا واجد.
وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الياغورت ديالنا، مذاق الفراولة او مذاق الفريز، كيجي روعة في المذاق. شوفوا معايا كيفاش كيكون، يعني كريمي، كيجي ممتاز، يعني احسن من الجاهز كيف قلت. ينفعنا ان شاء الله في التحلية الرمضانية ديالنا او للسحور او للفطور، يعني شي حاجة ديال الدار، وممكن يكون دائما عندنا في الدار الوليدات ديالنا. الى عجبتكم الحلقة ديال هذا النهار او الوصفة ديال هذا النهار، ما تردوش تخليوا لي اللايك للتشجيع اخواتي، فضلا وليس امرا. فعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الحلقات، وما تنساوش بارطاجيو الفيديو. كيف ديما خليت لكم الراحة، في امان الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.